ازيك يا حاج؟ عدي وحشنا يا كابتن الباشمهندس. بتدعي لنا في الحرم ولا لا يا حاج؟ والله مستنيينك، يلا حضرتك تيجي معانا في الروضه بقى ان شاء الله، ربنا يكتبها الله يخليك يا حاج. ده كابتن ده صح، اتفضل حضرتك. دلوقتي انا يعني موضوع الرابطه ده، بس يمكن انا عارف مجهودك في موضوع عوده الجماهير وحرص الرابطه على عودتها. ايوه فهمت. انما هو يعني تفاؤلنا ان الاعداد تزيد شويه قبل ما اقول مسالك عن عمل الرابطه نفسه. يعني نعم. هل في فرصه ان احنا نزود الاعداد شويه ولا هتبقى احنا متاجله حبه؟ لا لا بالعكس، هو حضرتك احنا بس بتاع حضرتك الدوري لازم نبدا الجميع من اول يوم، لو ما بداناش من اول اسبوع حضرتك انت بتتكلم على بقى تاجيل حصل الموسم اللي فات، فالرغبه الاكيده وشكر موصول لوزير الداخليه السابق ووزير الشباب السابق الشيخ المهندس خالد عبد العزيز او اللي هو مجدي عفار، ان احنا كان في رغبه في عوده الجميع في الدور الثاني، لكن طبعا الانديه رفضت العوده طبعا انت عدد تكافؤ الفرص، فعملناها في كاس مصر، فهو الحمد لله العوده موجوده. النسبه قد ايه؟ هي من الساعه 115% قد تزيد ان شاء الله باللقاء اللي ان شاء الله يتم يوم الاحد ل 25% من الساعه الامنيه لكل استاد، يعني اللي بيدخل في وتر سبورت غير اللي هيدخل في استاد برج العرب غير اللي هيدخل في استاد القاهره بعد 25%. ان شاء الله ده املنا. ودي اعتبار من ماتش الافريقي اللي جاي بتاع الاهلي تاونشيب، ماتش الافريقي الاهلي الجواب اللي جه للاتحاد المصري حد ادنى لا يقل عن 70% من السعر الابنيه، وده موضوع خطير جدا كويس حضرتك فتحته. يعني الاتحاد الافريقي بيقول ان احنا ادينا لكم فرص كتير جدا خلال الثلاث سنين دول ومشتهين عذر مقبول بانك انتوا تمنعوا. طب وانت وحضرتك يعني في تفاؤل بحل الاشكاليه دي؟ كتير جدا مشتهين جدا، يعني لان احنا حضرتك الحقيقه كمان كانت مفاجاه جميله جدا، حضرتك حضر امبارح في اللقاء المهندس خالد مرتجي والدواء محمد بركان مدير التنفيذي عندكم في النادي، حقيقه راجل ناس محترمه جدا وهم فوق بالشغل اللي موجود عندنا، واحنا كمان فوجئنا بالمجهود الخطوات اللي خدها النادي الاهلي في بطاقه اهلاوي اللي هو بيأديها للانطلاق الموسم الجديد، سواء في كل المحافل الرياضيه سواء كره القدم او انشطه النادي المختلفه. يعني فاحنا التقينا مع بعض في ان مهم جدا ان الجمهور يخش ببطاقه رياضيه، من غير كده مش هيدخل اي منتشاه رياضيه، فديت وخاصه في كره القدم عندنا، فدي ده كانت كويسه كده. العدد طيب. قليل بالنسبه قليله مساعده الناس ومسهله الناس انها ان شاء الله يخش المشجع بعد الموافقه الامنيه بالبطاقه بتاعته والاي دي التفاني اي دي بتاعه والتذكره بتاعته ان شاء الله. طيب حاج محمود، انا ابراهيم المنيسي. يا حاج اهلا، ازيك يا حاج ابراهيم؟ ازي صحتك؟ ازي صحتك؟ قول لي دلوقتي انتوا كرابطه، يعني الاتحاد الافريقي كده ما بيهرجش، واضح ان دي اشتراطات، واخد بالك؟ يعني الاتحاد المصري كان ممكن يقول عايز نسبه او مش عايز او يكتفي او يحط ضوابط محدوده، لكن الاتحاد الافريقي لا، ما يعني وبيبقى له منسق، يعني بيبقى له منسق امني موجود فهيتاكد. بالظبط ايه يعني ازاي نقدر نفعل هذا الشرط في الدوري؟ لا في المباريات الافريقيه خلاص ملزمه. الاتحاد المصري ملزمه، ما فيش هزار حضرتك، لانه اصل احنا خدنا خطوات يا اسماعيل، طبعا حضرتك معانا بسنين، بس لما كنا في الاتحاد كان بيبدا لا 10 لا 20 لا 30، لا في ظروف دخل رشاد الثاني النهارده، رشاد الثاني كنت على التليفون معاه قال انا مع الناس في روسيا، ما حاولت ان انا اقلل الكميه عشان امنيا رابطين تماما السنه دي يقل عن الساعه الامنيه 75% من السعر الامنيه الاتحاد الافريقي بيبص لها ان ده انتشار اللعبه وجمهور اللعبه. بالظبط خلاص احنا بدانا، يعني احنا جربنا ب 10% كان كويس، خدنا خطوات. لما تاخد خطوات ووصلت ترجعش تاني بقى تقولي ده 10، الله طب ما انت وافقت لي على 30. صحيح صحيح، خاصه الماتشات الافريقيه يعني جمهور واحد، يعني هو طرف واحد. واحنا عشان كده في الدوري بنعمل كده، الجمهور هيبقى من طرف واحد في الموسم ده. عشان نفس الفكر بتاع نجاح اللي حصل في التجربه الافريقيه في البطوله الافريقيه، سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك او نادي مصري. طيب نجح فيه. كل نادي يستفيد من جماهيره ويبقى مسؤول عنها. طب بالظبط، وده حل كويس. مسؤوليه برضه للاتحاد والرابطه، مسؤولين برضه على تشتيت الامور، لان حضرتك انت عارف المباراه ده بيمثل 20% من الايرادات، انت مفتقد لايرادات مهمه جدا ومؤثره ومستوى فني. طبعا، وايرادات والدنيا دي
الدنيا ولا هموت بايه؟ الايرادات بقت مهمه دلوقتي. لا دي مشكله ثانيه، دي مشكله ثانيه. طب انتوا كرابطه مش معنيين بالدنيا اللي ولعت دي؟ اه ده بالعكس، الرابطه اساسي في الدور، عشان كده احنا يوم الاحد عاملين ندوه مهمه جدا على موضوع التفعيل الدور تراخيص الانديه بالمعيار المالي والشمول المالي ده صناعه. النهارده لما تدخل في صناعه بغرض الاستثمار هو ده النقطه الايجابيه، لكن بدون ضوابط هتبقى انت بتخش في حته تخريبيه. وحتى دلوقتي اللعيب بيقعد دلوقتي يقول لك انا عايز 20 مليون في السنه. حاجه فاحنا حضرتك عارف يا استاذ عادل، لما بنعمل تراخيص اصدار الرخصه لها ضوابط، ولها لما بتخش الرخصه ايه، انك انت نادي محترف بس وخلاص، لو تاخد نادي محترف لازم تلتزم بالمعايير الماليه، بيتدخلوا في اسلوبك في التمويل. فاحنا ان شاء الله يوم الاحد نتمنى بقى دي دعوه بقى على الهواء بقى لحضرتك، على ما يجي لك الدعوه على النادي حضرتك يوم الاحد في اتحاد الكوره ان شاء الله يوم الاحد الساعه 12 نادوا عن الموضوع ده، الاستثمار الرياضي وتوابعه وسلبياته وايجابياته يوم الاحد ان شاء الله. ضغط علينا ان شاء الله تحت رعايه المهندس هاني ابو ريده يوم الاحد في اتحاد الكره. ربنا يوفقكم. بس يبقى عندي سؤال بقى محمود بيه. اتفضل. دلوقتي الاشكاليه السنين اللي فاتت ان لجنه الانديه كانت اشكاليتها انها ما عندهاش سلطه، عندها كل شغلها توصيات. هل رابطه الانديه هيبقى لها قرارات ولا هتظل توصيات؟ احنا لغايه 2016 و17 كانت لجنه، وكان دور ممتاز، كان اللائحه ما كانتش متحوله لصلاحيات، كانت لجنه جوه الاتحاد المصري. هي اصبحت رابطه بعد تعديل القانون، وده ممكن حسب الاتحاد المصري. لكن خلينا نتكلم بكل امانه ان في صعوبات ومعوقات موجوده برضه، لسه صعب يعني في بعض الامور ان احنا ناخد الصحه. على الاقل في النواحي الاقتصاديه، يعني مش معقوله ان الرابطه ما يبقاش مصير التمويل في ايدها. بالظبط. ان شاء الله يا شيخ حاجه كويسه ان شاء الله، الموسم ده ربنا يوفقنا ان شاء الله. يلا البركه فيكم بقى، عشان ايه نفسي مره اسقف للعمل يعني، مش احنا عمالين ننتقده بس ما ينفعش، عايزين بره نسقف بقى ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ما فيش مصالح شخصيه ونوايا خاصه، ان شاء الله نسقف للجميع ونحاول تطوير الحاجه اللي احنا حابينها، الحاجه اللي ضحينا فيها وقتنا وعمرنا. نشوف حاجه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. الحاج محمود الشامي نشكرك على سرعه تلبيتك.